We're about to cross to our Perth studio now to talk to Niels Wage from that he's actually the new CEO of Danakali Limited. Welcome, Niels. Thanks for joining us. Thank you for having me. Can you tell us a bit about what the company does and the current projects you're working on? For sure. It is a sulfate of potash project. So it's a fertilizer which is used on high-value crops. And this is a greenfield, arguably one of the best greenfield projects in the world. ኤርትራዊ ሀገራዊ ምንቅስቃስ ምዕራብ አውስትራሊያ ፐርዝ ኮይነ የገልግላለሁ ስለዚህ ነዚ መስልቲ ናቴ
غنيلنا مجمري خمزي تراقبنا هي مين كنبل نزي عدل سوطر كنا نمسجن كسيلي أنا محمد عمر بحال كتما كرن عبي أبو أي كالاي دريات مرتي ودي كابون أديس أبا يونيفرسيتي كيدي أبو تمرتي جميري بتزنور خونتات كاو بشحن شعات ميتين سبعان حمشتن إريتريا تمليسي سبعان شعاتن خان سودان كاو سبعان شحن شعات ميتين سبعان شعاتن كساب شحن شعات ميتين تسعان كلتن أب يوني سير هاي سكول أب كسالازن ورس الرحنة هري تسعان كلتن من أستراليا بيرس آتي مالت ما تقرني ولا عرب مدلك عرب أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة. الاسم محمود إبراهيم محمد، مقيم في مدينة بيرس مؤخرا. خلفية بسيطة عن تاريخي الشخصي، كنت مناضلا في الميدان من السنوات الأولى للنضال العسكري، وبدأت دورات عسكرية خارجية وميدانية إلى أن جاءت المسيرة وتوسعت الجبهة وانتقلنا إلى معارك طويلة. ودخلت الجبهة، ومع دخولها بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة وواصلت الدراسة وأكملت دراستي في القاهرة، ومن ثم إلى المملكة العربية، وبعد ذلك إلى هذا البلد المضياف أستراليا، والآن مع أسرتي موجود في أستراليا ومنخرط في هذا العمل والحراك الجماهيري الشعبي الكبير السياسي في مدينة بيرس، الحراك السياسي الإريتري. شكرا. اوكي مجمريا نزي عدل تقيمه نزيان بمولوم نزغات امزي كتدالو حيال جيزه تطقاكم يقن يال نايب لكم مالتي شمالي صلاح عبد الرحمن بحر اب معراب استراليا لعل 10 4 عام تقام يطلعو دلاي فتحيه أبان نايزي من قصقاس هجرة ومن العال أو ميرا أستراليا أنا أقولنا قيام أسقنكم كحال فايدة لنا زعد لزي من مقفاتكم شمي مبراهتهم فتوي بهال أنا بشعن شعاتا متسوان شعاتا بتقاد لحرنة إرترا تسليفي ساب نتاو جبها بعد كورو كنت هداي ون تي زنبر أورقصات ون أكال كويني خير نري أبش عن شعاتي متسوانا عن سلستني قاش تمرسي ما يتمو داتا عماني تسوانا عن أربعتنا بمجمرتا حساب قزي نصانة ونو أعلن تحت انتزبو بأي فتسم نري كامو تسيت ناي بوليتيكا أورقص تي ميدا إرترا ويبتي زنبر محدرا حد حداوي يكون ولا بوليتيكا ورقصات بسنك هدوء زي من بارو هب سربيت تسعان كلتن دحر نصانتو كحد حد قووني معني دي تزي تقاقية على تعسر تورحي حادة ينيرو تسعان كلتن وكحد حد كموتسيت ناتو قا أنا هب سربيت نيري شن شعاتي من تسعان سرستن كا هب كاب سربيت وزي بغطا ورح حادة قوون معني ديو بدحروني إثيوبيا سقري إثيوبيا مستقر كون دقماي مأسر تبقاني فني شحن شعاتا من تسعان شدشتن كأنا أستراليا ماتي كساب تسعان شدشتن مالت كساب شحن شعاتا من تسعان شدشتن كأ أب بسر بيت تاب إثيوبيا بعد سابا نيرا مالتي أبزوان زي أب معراب أستراليا
يركب زم حاتن بصوتن حفشو نيتي زلو لوطي ابي ارتران مفتار اتزغباني فصمكم زلو كبر هيدل يغني لي اوكي بتعمل مسجن كبرات هاجاشي بمغصالنا باستاذ محمد عمر نابها غصل نايلوم غداينا بقندومس ادنا دناكل ليميتد كوي كالولي بروجكت تحازيو دحرب عيثان عايز بروجكت وي نتعدنا تكاي زلا كوبانيا مبره كتبنا كمون معس جميرون ابي بصحلو بتمسرح مالتي هرايشي يغني لي كالولي فوتاش بروجكت وي كامباني انت ولنايو زفلت ناي عدنا صراحه بالاتراء بشركنا مونغو منكسر تران بينام كتوكيل انامكو اريتريان ناشونال مايننج كامباني و دناكل وردنكلي مايننج كامباني ليميتد زكايدي 5500 نايتي كامباني وانت نايمنج اريترا غوينو 5500 ناي دنكلي اور دناكل كامباني ليميتد دانكل مايننج كامباني بخلت شحن سلستن استمسرتيو ابتوانتي ساوذرن بولدر تبايلي سوا عنيرو حجيجن دانكلي مايننج كامباني يبال بصحفت نايزي كامباني زي معرب اوستراليا فيرس يركب Dankali mining company mis enam kona Eritrean national mining company bahabar ko enom zqomu zqome kalun mining share company share koi balgan steel city kalun mining company mihdarana ay kalun mining company bi hamush sabal zqome kilte كاب انام كويم زموصو سلسل دماء كاب دانكالي يوصو مالاتيو دانكالي ماينين كامباني قندي ناعدنا سراحاتو او إريتراي زكايدو وتمينس قندي تنتاشمو ناي دانكالي شيرس اب كالولي ماينين كامباني زمعبل ازي ناي قالوا لعدنا ب قالت تدرسسانا عدنا قالوا لي بيزن تنكال يجمروا له بقلت شحن شعاتن ايو دريلينج ناي بوتاش ني تيستينج مالتيو بقلت شحن عسرتن جمروا تستغبر مصنعتي خمس حبرو عقور ريزيرف 1.1 billion tons مخانو ناتوم literature يقلص مالاتيو عدمان ايتي reserve اب تقالو لزلو خلتم يتعامد بزي مقرات كفصل زخل عدمهم زلو يقلص بخل تشحين عصر شوعتن من إريتران كالولو ماينينج كامباني عدنا نخكايد لايسنس هيبو مسرتنا تلايسنس عدنا ناي سوبس سالفيت اوف بوتاش زبال فيرتلايزر كومون برومين زبال كعدن فقاد توهيبو بخل تشحين عصر شومنتن دي ار اي ناي ساوز افريكا عبينا انجينيرين كامباني مالتيو زي كامباني زي تزيد الانفراستراكتر مخسرح كنتراتو هايبو جميل الله مالتيو ابزوان زي تي زيد اللي نعدنا زيد اللي يعني انفراستراكتر شي سرح له مالتيو فول برودكشن ناي بوتاش ني مشيت مالتي وقلت قلت شحن اسلام كنتن كجمر مغانو مدبات الله ك
ካሉሊ ማይኒንግ ካምፓኒዝ ነጥፈሉ ቦታ ኤርትራ ኣብ ደንካልያ ዲፕሬሽን ኮይኑ ረቐቱ ካብ መሳባ ብሸነኽ ደቡብ 230 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ። ብፅርግያ እዩ ማኪና ጌርካ ክትከይድ ከለኻ። ካብ ኣስመራ ድማ 350 ኪሎ ሜትር እዩ። ናይ ዝዕደና ቦታ ርሕቀት ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካብ ኣራፍለ ደይ 75 ኪሎ ሜትር እዩ። ፌር ሾርት ካት ማለት እዩ። ኣብ ካልሉ ዝርከብ ሪዘርቭ ክረአ ከሎ ብዓይነቱ ዝበለፀ ብዓለም ሳልፌት ኦፍ ፖታሽ ምዃኑ ብዓይነቱ ብልውፅኡ ኣብ እቲ ንሱ ዝርከበሉ እንታይ ሽሙ እዚ 1.1 ቢልዮን ኣብ 400 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እዩ ዝርከቡ ሚኒስ 20 ኪሎ ሜትር ብ20 እዩ። ምስ ምዕባል ናይዚ ካምፓኒ እቲ ቦታ ውን ክገፍሕ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ማለት እዩ። ዕደና ናይ ፖታሽ ኣብ ካሎሊ ብቐሊሉ ክካየድ ዝኽእል ብዝተሓተ ፀዓትን ዝተሓተ ጉልበትን ክካየድ ከም ዝኽእል መፅናዓት ተገይሩስ ራጊፆሞ እዮም ማለት እዩ። እቲ ማይኒንግ ዓይነት ኦፕን ማይኒንግ ዝበሃል እዩ። ኩዒትካ ብዘይገለ ፀገም ዝወፅእ እዩ። እቲ ሪዘርቭ ናይ ፖታሽ 16 ሜትሮ ትሕቲ መሬት እዩ ዝርከብ። ስለዚ ብዙሕ ታሕቲ ታሽሙ ክዒትካ እንታሽሙ ዘብላ ኣይኮነን። ተመሳሳሊ ዕደናታት ናይ ፖታሽ ኣብ ዓለም ክረአ ከሎ ከም በዓል ብራዚል ንኣብነት ቶታል ኣንደርግራውንድ ኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ኩዒቶም እዮም ታሽሙ ዝገብርዎ። ሕጂ እቲ ኣሰራርሓ ናይ ኣንደርግራውንድ ዕደና ነቲ ፖታሽ ብማይ እንታሽሙ ገይሮም ሕቂቆም ኣውፅኦም ድሕሪኡ ኤቫፖሬቲቭ ሲስተም ዝበሃል እዩ። ናይ ኤርትራ ግን ከምኡ ይኮነን። 16 ሜትር ጥራሕ ኩዒቶም ከም ዘሎ ውፅኦም ድሕሪኡ ናብ መሸጣ ከቅርቦ ይኽእሉ ማለት እዩ። ስለዚ በዛ ዓይነ ዝኽረአ ከሎ ናይ ካሎሉ ፖታሽ ብጣዕሚ ኤኮኖሚካል ምዃኑ ብመፅናዕቲ ዝተራገፀ እዩ። ፖታሽ ተዓዲኑ ንሹቕ ንምቕራብ ናይ መጓዓዝያ ርሕቀት ካብ ባሕሪ ማለት መሳባ ንድሕሪ ወሲድና 230 ኪሎ ሜትር እዩ። ስለዚ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሽግር የለን። እንተዳ እቲ ኩባንያ እንታሽሙ ናቱ ፖርት ገይሩ ኣብቲ ናቶም ፊዚብሊቲ ስታድ እውን ከም ስታድ ይሒዞሞ ዘለዉ ናቶም ኤክስፖርት ፖርት ንክገብሩ ኣብ ኣራፍለ መፅላዕቲ ገይሮም ኣለዉ። እቲ ርሕቀት 75 ኪሎ ሜትር ጥራሕ እዩ። ስለዚ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሽግር ዘይኮነ ብጣዕሚ እንታሽሙ እዩ ሕሱር እዩ። ስለዚ ንስተዓደነ ፖታሽ ብውሑድ ወፃኢ ናብ ማርኬት ከቕርቦ ይኽእሉ ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ናይ ዕደና ስራሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ንድሕሪ ኢና ኣብ ኣዋሽ ቤዝና ኣሎ ንኣብነት ዶብ ኤርትራ ሰጊርካ ኣዋሽ ቤዝን ዝካየድ እቲ ዝዕደን ፖታሽ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቀረበ ወንታሽሙ ፖርት ንከቕርብዎ ታጁራ ፖርት ዝበሃል ኣሎ ናብ ጅቡቲ ርሕቀት ናቱ 790 ኪሎ ሜትር እዩ። ስለዚ ብመነፅር እቲ ፖታሽ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ክረአ ከሎ እቲ ናይ ኤርትራ ብሕሱር ክጓዓዝዎ ክእሉ ማለት እዩ። ብመነፅር ናይ ጥለብ ናይ ፖታሽ ክንርኢ ከለና ፖታሽ ብጣዕሚ ኣድላ እዩ። ንኣብነት ፉድ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራምስ ናይ ዩንችሲኣር ሓደ ካብቲ መደባት ናቱ ቲዝለዓለ ፕሮዳክሽን ብዝወሓደ መሬት ዝብል ፖታሽ ሓደ ካብቲ ኣድለይቲ ፈርትላይዘርስ ምዃኑ እዩ። ማርኬቲንግ ናይ ፖታሽ ቀሊል ጥራሕ ዘይኮነ ኣድላዩ ስለ ዝኾነ ኢሮኬም ዝበሃል ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ዕደና ናይ
ፖታሽ እንታሽም ዝገብር ማለት ፖታሽ ታሽሙ ዚ ንምሸጣ ዘቕርብ ማለት ካምፓኒ ንፖታሽ ናይ ካልውሊ ገዚኡ ንክሸይጥ ን10 ዓመት ኮንትራት ኣትዩ ኣሎ ፕሮዳክሽን ዝግመት ናይ ካልውሊ ልዕሊ 2 ሚልዮን ቶንስ ናይ ፖታሽ ኣብ ሓደ ዓመት ኮይኑ ካብዚ ዝርከብ ዓመታዊ ኣታዊ ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር እዩ ስለዚ ናይ ካልውሊ ፖታሽ ካምፓኒ ከምዚ ዝመስል ከምቲ ዝረአናዮ እቲ ካምፓኒ 50% ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ብኤናምኮ ገይሩ 50% ከዓ ናይ ደናክል ማይኒንግ ካምፓኒ እዩ እቲ ናይ ደናክል ከምዚ ዝመስል ብዛዕባ ኤናምኮ ዝፍለጥ ብዙሕ የለን ብዛዕባ ኤናምኮ ቅርፃናትናምኮ ማለት እቲ ስትራክቸር ናቱ ዝፈልጦ ብዙሕ ሰብ የለን ኤናምኮ ናይ መንግስቲ ትካል ምዃኑ ምስ ሚኒስትሪ መዓድን ብዙሕ ምትእሳር ዘይብሉ ምዃኑ ይዝፍለጥ ኤናምኮ ዝመሓደር ብቤት ፅሕፈት ናይ ፕረዚደንት ስለ ዝኾነ ስቲል ብዛዕባ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ኣይርከብን እዩ ኣኒለ يمين شكرا انطلاقا الى تسليط الضوء في مهام الواقع الموجود ضمن الحراك واستيعابنا له اتقدم خلفيه حول شركات التعدين المتواجده في اريتريا والذي اتم اعدادها من الاخ الاستاذ محمد عمر وبادئ ذي بدء يبدأها من شركة دنكال مع مشروعات الأخرى هذه الشركة شركة دنكال بدأت في إريتريا ومهام العمل فيها بالتقسيم بين الحكومة الإريترية وشركة دنكال التي أشرنا في بداية حديثنا إن مكتبها الرئيسي هو هنا في غرب أستراليا كشركة أستراليا دنكالي بدأت في 2013 يطلق عليه دنكالي للتعدين والمشروع بين إدارة التعدين الإريترية والشركة من أهم أعمال فيه هو بدأ في استخراج البوتاس وكمية البوتاس المستخرجة من عبر هذه الشركة بمناسبة مع شركة التعدين أو نظام التعدين في إريتريا يتجاوز 200,000 برميل أو 200 طن أو بطاقته 1.5 بليون طاقة عمره ايضا هذه الكميه البوتاسيه الموجوده في داخل اريتريا وتستخرج هذه الشركه بالمنافسه ماليا مع النظام حيستمر في عطائه لمده 200 سنه متواصله يعني مشروع عطاء البوتاس فيه ما حيكون مقدر بفتره زمنيه محدده بقدر ما هي فترة زمنية طويلة جدا تمتد إلى 200 سنة بدون انقطاع في 2018 شركة في جنوب أفريقيا أيضا منحت تصريح لإقامة مشروع في إريتريا على أن يبدأ في تنفيذ استخراجه في 2022 إذا هذه هي محل مسائل التعدين في إريتريا الموجودة عبر الشركة بتاع دنكلي والآخرين
ما هي المصاعب التي تواجهها هذه الشركة قياسا بالمصاعب استخراج المعادن العالمية وبالذات إذا ركز في الموضوع موضوع البوتاس؟ الكمية الموجودة زي ما ذكر عندها طاقة أن تمتد إلى 200 سنة. وسائل تسهيلات استخراج من التربة الإريترية إلى خارج إريتريا، ما هي العوائق المصعبة لهذا؟ كما أشار المصاعب قليلة جدا، لا توجد في شركات التعدين العالمية الأخرى. فمثلا البعد من الميناء التصدير يبعد من مركز المشروع إلى ميناء التصدير حوالي 75 كيلومتر، وده قياسا بالمسائل النقل اللي تكلفت شركات تعتبر لا تذكر أبدا قربها من الميناء. وهذا العمل ده جاري التصعيد الترتيب والتطوير له من قبل الشركة حتى يكون عنده تأكيدات استمرارية أخرى. إذن إذا هذا هو البعد الموجود مسافيا، لأن الشركات الأخرى من عمق البلاد تجلب هذه المستخرج عشان توصله إلى موانئ التصدير بيكلف قيمة كبيرة جدا يكون لها التأثير ده من الناحية. إذن يمتاز هذا الاستخراج التعديني بسهولة تصديره من منطقة إنتاجه. طيب النوعية بتاع السماد بتاع البوتاس المستخرج في إريتريا، من السهل جدا أن تستخرج بعد حفرك 17 متر فقط داخل الأرض في المنطقة اللي يوجد فيها هذا البوتاس وتستخرج هذه الكمية في الوقت اللي تعاني فيه الشركات الأخرى عالميا لاستخراجه من باطن الأرض قرابة الكيلومتر في الحفر الداخلي، وده يستخلق ويستغرق وقتا ويستغرق آلات ويستغرق عمالة. كل ده إذا قسناه بالمستخرج السهل من البوتاس الإريتري تبقى المسألة كثير سهلة جدا، ولذلك هو أيضا ذو مكسب كبير جدا ولا يحتاج إلى حفر عميق. فيما يتعلق أيضا النقطة الثالثة اللي ذكرها ميناء التصدير، لا يبعد في إنجازاته في ماء برا عن 17 كيلومتر كما قلنا، وإذا انطلق من اتجاه قياسا بالبوتاس الأثيوبي، هنا كان ذكر بيقول إذا قسنا البوتاس المستخرج من أثيوبيا والبوتاس المستخرج من إريتريا بنجد إنه البوتاس المستخرج من أثيوبيا عشان ما توصله إلى موقع بتاع التصدير بتاعته بيحتاج إلى 200 كيلو تقريبا الموقع الوصول، ودي النقل فيه كثير من التكلفة البشرية وقني جدا في قياسه بالبوتاس العالمي. ومسألة الخامة بتاعته زي ما ذكر قنية جدا بسيستم بتاعته، ممكن قالوا لي 50% اللي هو 200 مليون قدر، ودن قال 50%، ويمتاز. إذن هذا العمل الاستخراجي من شركة دنكالي الموجودة والبتاع اللي فيه سهل جدا، قني جدا، متوفر جدا، فالنظام هو مرتاح بتدخل في جيبه 50% من هذه الملايين اللي قاعدين نذكرها. طيب سؤال ممكن عرضي يجي، أيوة 50% من هذه الملايين اللي قاعد تجدي تمشي وين وتنصرف لمين؟
هذه مسألة شرحية للإنسان المتابع للأرقام، تمشي لمركز القوي وهو النظام بتاع الحكومة، والشعب الإريتري ما مستفاد منه. ولربما حندخل في هذه المسألة اسمه في لاحقا، ومن الصعب القبول بها. هذا ما تفضل به الأستاذ الفاضل من شرح. شكرا أستاذ. حوصل احنا بها هغصل كم زفلت زي من قصقاس أبلاتنا بعمتها وأخيبة نايز عدنا زكاي زلو قباني عندها سددة ملوختون قريتون قلت أني حين أبزي قدك ساب حجي انت تعامي مولو راي مجمريا نديهم بصوت زخول لسراح سريحهم أخول مقدسي بزعبه زي كوبانيا زي انتاينتهم انتاي مخانو بمولاتهم يغني اللي يبلون مالتي قصيلي نحنا عدنا عدنا خكايد كمبانيتات وفر خكايدة تسألينا يقوننا مزي كمباني دي مقاومة ومسروة مالتي كل إرتراوي كفلت أزقبوها مالتي كوينيقن اتي كويناتات عب إرترا زولو زو خلو أب وفري زسرح زولو ناي وطائي كفل سلا زولو إرترا أنتاي كم تمثل كنقرو حلاف أنك ناي كم إرتراويان مالتي حجي بمسرتو تي أبو أتينا نعوم أبتنا توم أخيبا أنتاينات ناي إرترا بمقلاتنا كابو زتوقسي سلازي بقى انتحاتنات بوئي مجمري مالتي إذا كامباني زي نحنا خاب نكتاتلو كلتا عامت حليف الله خاب كلتا شحن عصرتو شمنتن عصرت شعاتن مالتي عصرت شمنتن عصرت شعاتن مالتي نخلتا عامت تخطها تالي عامتاوي أخيبا سلازي قبر أبتا عامتاوي أخيبا كنساتف عدل سلازي رقابنا أبتي ناي حفشاوي أخيبا نايتي مانجمن مرحنة نايتي كمباني كإنا مالتي انت سلامنتاين أعونا أتو بزيب الحتو تلت علاماتات لنا تقدم علامة نتي أم سبركي أو فرتي نايتي أبتزو فرلو دلو عدي انتا عينت من قست خمزلو نعوم نمقلاتي إذا حجر زي أنتاي تمثل، إذا حزب إريترا أنتاي يمثل، نعو خنقل صلهم حلف النتناي، إتخال أي نتا كامباني إريتراويان أبزخونا بوتا كنا راح أخبر لهم كم نخل كم زلنا زري مالتي، حجي خاب تقدم إعلام أنت أرينايو، أتينا إذا عدزي مستخاتكم إنفست تجبروا لزر لكم حادة. قوام زي بالمنجستي. حجيب مورالا وش أنا أقول؟ أب حدا قوام زي بالمنجستي. كم يجيكم هم أبو توفر زر لهم. مهنياتو. كاب أستراليا أبنا زي ما دبرنا إذا كمpanies أستراليا. أستراليا حدا سب أو مثلا زي خبر العديم. كابو تبجيس كا. عد الرخيبي الكا أب حدا ناي قوام زي بالعد خير كام مو أو ختوافر. حلافنا تاو ايقونن مورالاو ايقونن حجن عوم نوغلاتي كم مرحنا في نايت كامبان مالتي كالاي نتي ام شير هولدرز حادي اتمريت اب ايرترا عندنا لو زولو من يوننو اتبع المري كومبنسيشن رخيب دي اي رخبن بتعدي اتابو زرح اب كامباني سريحو وفير الزرع هذا لما نسي يخفل لي أي خفل ملو إنفورميشن كرخ بكم ذلوا كابتا كامباني حبيرنا يوم مالتي سلزي نعوم سي إذا عدن تايق متمثل إنه من قارو مي بحفش أو مالتي تقدم إعلام إتخالا إعلام خا كم تزبل كو نتكامباني نحنا كم إرتراويان أبدخونا عد خم ذلنا كونتات عدناون نكتاتل كم ذلنا خم زين قدفون مسؤوم كساب إذا عدي مساتهم كيدوم زعدنا لا ذلوا حقي نجيسوا
بحقي كساب زي بلد نحن هون كم زي نقدفهم نعوم المقلاتي مالتي فلازلت أن كل التعليمات كانت زيانيا نحن خا كم مثلني كان أي خام من الوقت مورك نقول سينا مالتي أتزمة جميل السؤال اللي كان مطروح حول شركة دنكالي الأخ صلاح أشكر للأخوة القائمين على متابعة واقع شركة دنكالي الموجودة في أستراليا والمستثمرة في أراضي إريتريا. أي شعب لا يرفض أن يكون هناك تعدين واستخراج خيرات الأرض ليستفيد منها إنسان الوطن وإنسان هذه الأرض. نحن تابعنا هذه الشركة التعدينية لمدة سنتين، وبعدما تأكد لنا مسار العمل في داخل إريتريا وأن القوانين اللي من خلالها تعمل في استخراج هذه الثروات الضخمة من داخل إريتريا هو إقرار غير قانوني مع حكومة غير شرعية، وبالتالي التعدين هو باطل وفي حد ذاته. فطلب من بعد تدارسنا وتفاكرنا أن ننطلق في مقابلة القائمين على هذه الشركة وهي موجودة في أستراليا، ومن خلال سعينا وكان لنا دور كبير جدا في معرفة إحدى أعداء الإدارة لهذه الشركة، ومن خلاله تمكننا من الدخول إلى الاجتماع الرئيسي الأول للمجلس الإداري للشركة، وسمح لنا أن نتقدم بمرئياتنا حول ذلك. ووفدنا في داخل الاجتماع طرح أسئلة مهمة هي جدا. أولا شرح للمستثمرين غير الإداريين حقيقة الاستثمار اللي يتم في داخل إريتريا، وهل هو حقيقة بيعمل مع حكومة تتمتع بشرعية قانونية جماهيرية ديمقراطية بكل المقاييس الدولية، أم عصابة تتربع وتسرق خيرات الشعب. كان من الضروري جدا التوضيح هذه الفقرة للمستثمرين، ونجحنا في ذلك. أوصلناهم المعلومة بكل ما امتلكنا من وثائق وبكل ما امتلكنا من شواهد. سؤالنا الثاني كان موضوع لإدارة الشركة والقائمين في التنفيذ كأصحاب الشركة، وكانت أسئلتنا مركزية: هل هذا النظام القائم في إريتريا هو نظام قانوني عشان ما تعمل معه هذه العقود وتستخرج هذه الثروات؟ وهل الشعب الإريتري ذاته من هذه الخيرات المستخرجة واللي أنتوا قاعدين تدفعوا نصيب الدولة فيه للمواطن الإريتري الحق في أن يأخذ منها نصيبه؟ وهل العمالة الإريترية المستخدمة في ذاك العمل الصعب جدا هل يصلهم حقهم كعمالة؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت طرحت في الاجتماع لإدارة المجلس الإداري، وأكدنا في لقائنا وفدنا اللي كان داخل أكد بقوة لا الشعب الإريتري ينال شيء ولا العمالة الموجودة عندها حق ولو راتب رمزي، بل أكثر من ذلك البعيد أن أنتم كشركة تدروا إلى أي مدى تتضرر التربة الوطنية الإريترية من خلال استخدامكم الكيماويات واستخدامكم ما تبقى من عملية الاستثمار. فلذلك هل هذا قانوني؟ وهل هذا يكفله القانون الدولي
لحماية المجتمع، لحماية الشعب، لحماية العمالة، لحماية الأرض من التلوث الكيماوي. كل هذه المسائل دي نستوضح منكم وبأي صورة منطلقين. هذه هي المسائل اللي كانت طرحت، وباختصار شديد كما قال كانت أسئلة أكبر من أن يجيب عليها في تلك الجلسة الموجودة، لأنه تعاملهم فيما لمسناه كان تعامل شركة ومجموعة، ولا عندهم لا قوانين دولية ولا عندهم قوانين محلية، بالرغم أن نحن نعرف كل هذه الممارسات الخاطئة تنطلق من دولة تؤمن بالعمل القانون الدولي هي دولة أستراليا. في دولة بمثل هذا المستوى كيف تتصرف شركة بهذا العمل الغير قانون دولي مع مجموعة تتحكم بقوة البطش في الحكم؟ هذا هو تقريبا البدء اللي كان حول الشركة بتاع دنكالي في مقابلة الأولى زي ما ذكرت، ولا أدري إن عندك المزيد. هذا ما استطعت. شكرا استاذ. حاو مبرنا وها وصل ما سلم انت اذا من قصاص زي نزع عندنا قاومه صنيحون زلون طبق حتى زي حتى زي زي نحنا هنقاوم كنا امثله تقاومو اي كنا نقاوم زي معدن زي معدننا ايرتراويان ويكا ندق زي كان خغلك يغبو ኮይኑ ግን እቲ እድልና ዲ ኮይኑ ወይስ ሕምቀትና ኩልና ክንመልሶ ዝግባአና ኮይኑ ብኢድ ውሑዳት ወይ ከዓ ኣብ ኢድ ውሑዳት ዝውነን ኮይኑ ኣበይ መዓልኡ ከመይ ዝጠፍእ ዘይርዱእ ነገር እዩ። ከም ውፅኢቱ ኤሌክትሪክ የለ ማይ የለ ኣብ ሃገርና ከንሱ እቲ ማዕድን ግን ከምዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ኣዝዩ ዓብዪ እንታይ ዝበሃል ከንሱ እቲ ዘሎ መንእሰይ ብናፃ የገልግል ካብዚ ባልነት እዚ ንምርሓቅ እውን ናይ ዓሉ ስበታዊ ስጉምቲ ናበይ ከምዚ ከይድ እውን ኣይፍለጥን እዩ። ስለዚ ንብሕጂ እውን እቲ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዝ ሃለዎ ይሃሉ ነዚ ማዕድን እዚ ብደቂ ዜጋ ተወኒኑ ኣብ ኣገልግሎት ናይ ኩሉ ሃገራዊ ክውዕለሉ ዝኽእል መንገዲ ከናዲ ይግብኦ ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ንሕና ግን ክንቃወም ከለና ብንፁር መሰልና እዩ ንብረትና እዩ ይግባአና ኢና ንብል ዘለና። እዚ ካብ ኮነ ማዕድነይ ወይ ከዓ ንብረትና ንብረት ህዝቢ ኤርትራ እዩ وقدناها هنقوام قدناها هن هزبنا هنفلت هزي معدن هزي هزبي ارترا كم زلو اي فلتني كلو حبريتا هون ولا اتي وتسيه نايتي معدن هزبي ارترا زفوتو نقرأ مزيكاتهم وحدا اقل قلت نايتي كساب لومي قزياو مريحنات ويقزياو منقستين داتا فالوس خي زخول زلو اوشتي اسمرا قال كلو ኣፍልጦ ዘይብሉ እዩ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ንሕብረተሰብና እቲ ሓበሬታ ቃል ተኻሊእ ተኸሊኡ ዘሎ ቃል ክህብ ዘይክእል ዘሎ መጉልሕናት ኮይና ከነ ቃል ሓደ ንደሊ ኣለና ዎ ይግባአና ይኸማን ንሕና መሰልና እዩ ተቃሊስናሉ ኢና ህወትና ከፊልናሉ ኣካልና ጎዲልናሉ ኢና። ስለዚ ክንሓተሉ ንሕና ዘይሓተትና መን እንዳ ክሓተልና ባዕልና ኢና ክንሓተዘለና ባዕልና ኢና እቲ መርሲ ክንረኽቦ ዘለና ዝብል ርእቶ ካብዚ ምብጋስና ንሕና ንቃወሞ ብካልእ ክስታይ ኣይኮና ንሕና ንስለ ተቃወሞ ወይ ከዓ ክንቃወሞ ስለ ዘለና ኣይኮና ንምባል እቲ ብሓፈሽ ክብሎ ዝኽእል ዮ ነ ወል ፅቡቅ ስታዘ ትምሉ ራ سؤال المطروح هو نحن كحراك لماذا نقاوم هذا الواقع الموجود في سواء الشركة أو الأشياء اللي كانت تقدم دي في إريتريا؟
لماذا نقاوم هذه المسألة دي؟ نقول نقاوم لأنه كل مقدرات هذا الشعب أصبح محصور في عصابة محدودة في هذا الوطن الذي نادل طويلا واستخلص استقلاله كأرض واستقلاله كثروات واستقلاله كوطن وكإنسان. ولكن كل ذلك النضال اللي كان موجود اليوم نجد خيراته وثرواته أصبحت موجودة في إيد عصابة محددة وشعبنا الآخر لا يعرم عنها أي شيء. بل أبعد من ذلك، كل الشباب الإريتري مستخدم بشكل استعباد، أسلوب عبودية في استخراج مثل هذه المسائل ده، وليس بحقوق قانونية وبحقوق إنسانية. لذلك أيضا من واجبنا أن نقاوم وأن نكشف هذه الممارسات التي تمارسها مجموعة عصابة متحكمة على الدولة الإريترية. الشعب الإريتري كمقاومين، كمنادلين، كناس ساعين للتغيير الديمقراطي، من إحدى المرتكزات اللي نعملها هي المسألة اللي قاعد يذكرها وبيقول وبيأكد فيها، يجب أن يكون مقاومتنا. وما نستطيع أن نقاوم إذا ما كشفنا ما قاعد يتم في داخل الأرض، سواء من المجموعة العصابية المتحكمة على النظام أو القوى الخارجية المغشوشة اللي قاعد تمارس استخلاص هذه الخيرات للشعب. وكلنا يعرف والعالم أيضا يعرف إلى أي مدى هذا الشعب يعاني من الأمراض ويعاني من الجوع ويعاني أقصى معاناة بشر في الوقت بلده فيها هذه الخيرات التي تعد بالملايين ولا يستطيع أن يجد فيها طعام. هذا هو الواقع اللي يفرض علينا أن نقاومه وأن نتصدى له ونكشفه محليا وعالميا. وتلك رسالتنا كمقاومة، لأننا بنبون نحن الباحثين عن التغيير. ما أننا نحن الباحثين عن التغيير، كل ما موجود في داخل الوطن ده من ظلم وقهر يجب أن نغيره، ومن ضمنها تأتي هذه المسائل بتاع الثروات اللي قاعد تسرق من عصابة محددة بحد الصلاح، والشعب المسكين لا قوت له، بل يهجر ويطرد خارج بلاده، تبتلع البحار وتبتلع الأسماك ويعيش متسول في العالم لاجئا. رغم بلده ده خيرات الملايين ده كانت حتكفيه جدا وتغنيه تماما له وللأجيال أيضا القادمة. شكرا. شكرا أستاذ. أبز قدائي زي أستاذ قبلو تصنعه أكون أبز مبري قبلو تصنعه توسع تليكم حاو مزمور هلأ سلامتاينا نزي خانبان زي نقاومو ويقان زي نعدنا تقال زي سلامتاينا تقاومو أرئينا نزبل بمسارتو تقاومو فاشين كوني سلازي استرخ بيك نقاوم سلازي تدريد يكونس نحنا بوليتيكاوي محبراوي إيكونومياوي وصحات أفزبنا أنه إذا سرعات زي زوم كلهم وصحات زيوم إذا فتصم زلو ذات كان زي أدما شر كوينا مستسرعات تسرح دلها سلازي أكلنا يتوصحات خورنا الله مالتي نتسرعات بإيكونومي ببوليتيكالي محبراوي هيوتو أكل نايت مجزأت خويني أتسرع زلا أبت مجمرتا عمت استقبل سرح ترح ترى مئتاوا يكون النيرو نافت بوت أخيبا نعوزة دللي وراء غطي كلهم تداليوم ناي نايت نيشن تبصابات يخونو أب إرترا زول لقف عن مكران زرئي بدوكومنت استسنيهيو نافت بوتا تتحي زأتي أبت قزيتي أتوم shareholders كجزء إليهم زمتو يكونوا توم نبرات يكونوا توم حدستي أقالوا بهم كله أبتي
بوغنا زقرب وراقتن سنداتن يو زتوكر نيرو نتا اخيباون بزح اقالبو ايها بلو مهنياتو تزقرب حقتات يريئو سلزنو برو سلزن نحنا نقاومو كا بوليتيكاون ايكونوميون محبراون شقراتنا تبقسنا نسر عزن نقاومو نزي مزي سر عد كوين السر زلو تكال نقاومو اب عدي هنا وشتي اب عدي هنا اب هاجرنا كنقاومو قبؤنا مسلناني حده مسلنا تطقمنا اب عدنا حزب كقاوم ايكني ابينا يكونه تاتالو توم كاب عدنا وصاي زلنا مسلنا يتعدون زفقدلنا نقاوم نعود تطقمنا تقاومنا نسمع طرح نحنا طرح حزوم اب زلنا تقاومنا زيكونه علاما نايز حج نغبرو زلنا ناي فيديو قرصا نت كله نغر استاذ ونكو قلتو صنع زرزر اب مصاصان اكايدا نايت تكا اب كتما برز بمقوامنا طرح تطو كنبلو عين خلينا سلازل ماني نملا اب ملا عالم تزرغي حم زلو ايرتاويان مهورات سمويا كيلاتات كلهم انصار تكالازي كومون تمساسال اب كال عالم زلو تكالات اتوكيرنا حيال صراح تنسرح سلازل لي سلازل العمانا اب هاجرنا ايكونوميا وصعلو ፖለቲካ ወጻሎ ማህበራ ወጻሎ ዛተ ካዚ አድማኒ አካል ናይት ስርዓት ሼር ኮይና ያትሰርህ ዘላ ስለዚህ ሁሉ መሰላት አለና አንጻር ዛ ጥራህ በመቋም ዘይኮነ ሁሉ ትን ስርዓት ጽረ ይግደፍ ንመውዳቅ ንገብሮ ቃልሲ ንዓውን ዝብጻሓ መሆኑ ተፈልጥ ንግባል እዚቲ ኩስኮስ ደል ትንቦ አንለ ኡስታዝ ኡስታዝ መሐመድ ዑመር ኦኬ ኡስታዝ ኬት ነው ራይ الإضافة الموجودة في مسألة لماذا مقاومة الشركة التعدينية هو من أحد العوامل الرئيسية لكشف هذا النظام وتعريضه عالميا أصبح من الضرورة تماما أن يكون المقاومة الجماهيرية أينما كان من دون مقاومة هذه العصابة حتستمر ودائما اتقال إذا كتب لها ذات عمر 200 سنة ما حترحم حتستمر حتى 200 سنة ولكن المقاومة الجماهيرية أصحابة الحق الرئيسي مطلوب منا أن تقاوم ومن هذا المنطلق انطلقنا نحن وبيكم انطلقنا من هذا المنطلق المطالبة هي مش مطالبة سياسية فقط هي مطالبة اقتصادية مطالبة صحية مطالبة تعليمية مطالبة اجتماعية كل هذه المطالب متكاملة مفقودة هي في الوطن وبالتالي يجب أن يكون عندنا الحراك لكشف كل الميادين ومن ضمن هذه الميادين الجانب الاقتصادي زي ما ذكر والمتمثل في هذه الشركة جميل هذا يوصلنا إلى وهل كان له تأثير لهذه الفترة الزمنية اللي واجهت فيها هذه الشركة لو سئل بيقول فعلا المستثمرين اللي واجهوا الوثائق اللي قدمناها كانت بالنسبة لهم صدمة عنيفة جدا لأن ما كانوا يتوقعوا أن هذا البلد هو فيه مصادرة واضطهاد وقانون تأثير كبير جدا وده حيكون له مردود القوي خالص لدرجة ما نوصل إلى مستوى المقارعة القانونية والنزول إلى المحافل القانونية الدولية وغيرها كل ده علينا لكن هل زي ما ذكر هل حيكون قاصر علينا في بيرس أو في استراليا غرب استراليا لا كل القوى الوطنية الرافدة لممارسة هذا النظام ده أن تشمر وتنطلق وتكشف هذا النظام وتكشف العصابات وتكشف الشركات المتورطة من أجل مكاسبها تسكت على حقوق الناس وتسكت على اضطهاد الناس وبالتالي كشفها أمام العالم وأظن القانون العالمي يحمي انطلاقة الشعب متى ما تحرك نداءنا هو لكل القوى الوطنية في الخارج من مثقفين ومتخصصين وقانونيين أن يتحملوا هذه المسألة دي ويفرضوها فرض قوي جدا عندها الشركة هذا لأنه مقيدة هي بقوانين دولية مش هي كده متروكة قاعد يقول هي
مقيدة بقوانين دولية في عملها. إذن هذه المسائل ده حتخرج وهي حتخرب بجلدها، وبالتالي النظام حيكون واقف وحيكون إن شاء الله الانتصار بتاع جماهير الشعب من خلال حركته. شكرا أستاذ. أستاذ محمد عمر أبزئة بسم الله هذا أقول لي أحنا لا تصلحنا توسخ نقر توايل المدارنة حوصلة هو مالت تم أبزحته قوان السيو هو تتنك فيه قل انتاي زلوتي كم توسخي أنا أقول لي كل تسرح هنا نسرحه بس كل إيرتراوي بالفنتي سرحنا راح يصير كركوا الغل هلا إذا كمل بوا نزي قدايزي ناي أبدا عد زولو تقاوم تتراح ذي كونه ناي بمول إيرتراوي تقاومي عيو غينو أب أمريكا يهلو أب أستراليا يهلو أب أوروبا يهلو زيا سرح زيا نقول لها نخم تملكتنا مو كل لها نخم تتعميرنا نزي سرح زولو نزي كمبان زي كنقال صوم غنياتو عالم بحقتات يا تخيل تعالى ما هو حق خارك من ستقصي بكل عد سلزلو كابزخون عدي تلافينا كن خصوم نخل بمودة أتاها نعود نخلينا مالتي بحزاب تسرحنا إضافة فقيرة اللي قاعد أقول الأخ صلاح الشرح تام تم ولكن هذا العمل لا يتم من خلال دائرة ضيقة واحدة بقدر ما يكون بالتكاتف تكاتف المقاومة الباحثين عن التغيير في كل مكان مرتكزين على القوانين الدولية والمواقع الدولية وكشف هذه الشركات المتورطة وبالتالي النظام حيكون متعرض وخارج فلا يمكن فرع بعينه أن يحقق النصر ده ما لم تكون التضافر والتماسك والانطلاقة من كل القوى الوطنية الإريترية في أرجاء العالم وعند ذلك حيتم تحقيق النصر أول خطوة بهروب الشركة ذات نفضا بجلدها وثاني حاجة بسقوط النظام شكرا شكرا أستاذ أستاذ محمد عمر نابها من اللي اسمه بحفش أبزاب بهقدفت معادر إرترا عدنا كم يزبل قونتاتي خكاية سانيحو البروجكت بيشان زاران اب قمت بمتاو انت اكتب لنا فضيل يغني اللي بحفشو مزعبا عدنا وإريترا خنزارة متغينا كابتي بصوت جمي رومر دنورو حاو سلاحين مبراتون معدن حادي ጸጋ ነው አደ ሀገሪው ስለዚህ ከምኩል ጸጋታት ነው አደ ሀገር ዋና ናይት ጸጋ ህዝብ ይ ህዝብ ስለዘወነ ድማ እቲ እደና ነው ጥቅም ህዝብ ይ እሽ አይ ኮንን ዝብል ህጥ ይላል ማለት ነው መንግስቲ ከመፈጸም አካል ويبعلو ويمشارخ تمسيو نزي معادن الزلوطيو ناب تغم هزبي يوعلو سلزي آبير ترازكاد عدنا نتغم هزبي ديو آيكون نزول حتوكم اللي شار لنا انتاي تي رقواحتات نابنت انتاي وحاد عدنا ساكسيسفول زبلو ويحاد عدنا نتقم حزبي ونبلو معاشي زبل حتى يلعب عندنا انا بنت بافريكا اخر اغلو يترف تصقا خون حزبي دارغا شجري هذه عندنا سرع نهزني تقم حزبي خو انت خوينو نابنت بيو ان سستينبل development program just for one tash mullo net betata mullo عودنا عدنا سرع كون بوبيلون حزبي
تعدد أقم تغيني coordination ناي policy makers سلطان مالتي local and national governments civil society international development agencies community representatives ناي local area مالتي ساتشاي mining companies زيوم ناي حبار فيجن مزهلو حبار الرأي اطريوم استملال policies common strategies مس زوصون زسرحون عدنا بحق social progress كمن سيخلي بل هجي ناي ريترا زكاد عدنا بزمن السر الزهر يلنا عدنا ريترا نزيئن بتاتا مالي دي زخي زلو ويس هاي كيدن زلو كنتم حواز بلو مثل تقاومة زي كونسي نرأيو دنا ويرترا زلو بحفشونا عدنا سرعة ويرترا زكايد بجوينت بيمتشري انام كونا ويرترا اللو تن كوبانياتات اللو مالت مس بيشا زكايدو مس نفسون زكايدو مس قالوا لي زكايدو ويب يوم دنكاليا تموديل حاديو ابناي قالوا لي كامباني 50-50 تشير ابناي ناي بي ناي بيشا تي 60-69 نفسهم كوينو اربعة ناي نامكم انكسير ترى مالات اتحتو حجي نامكم تايز بالحتو اللو ايزيت الشير كامباني ايزيت تعينت كامباني زبل ملوش حتى ناي منقستي اقاواناتهم فلوتي سلازي تي انامكو شير كامبان هاب زي كوني انامكو تي تنتاكلس نايت منقست خاب كوني بسيوم نطقم هزبز قورو بزو حنتاش ميلان ازي بمنصر نايتي UNHCR وي Sustainable Development Program نقوم متوخوهم كله اجيكم موديل ناي 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 نفسون وسدنا ابنت ابيش هذا له كابزن استطاع اساس انت مال يزبل حتو هذا خطي ناي سمع عن قصات ناي نفسون يغون ولا ناي دنكالي زبل صراحتنياتات ابزن كومبانيز قصر كله باي برايفت كومبانيز زبل private companies tash mi yqarrab sarahtenya abrata private companies nay sarahan tajim yello tanzello anti saganya anti marabya marabin saganin akan nay tash mi nay minister of defense yello lazi private companies bazello መንግስቲ መረብን ሰገነን ናይ ሚኒስትር ኦፍ ዲፌንስ ሚኒስትር ኦፍ ዲፌንስ ዘቁርቦም ሰራሕተኛታት ብሕሪና ናሽናል ሰርቪስ ስለዚ ሕቶ ናይ ስሌበርን ገለን ይልዓል ማለት ናይ ቢሻ ኩነታት ክንዲአ ንድሕሪ ኮይና ኢንቮልቭመንት ናይ ኮሚኒቲ ሎድ ንድሕሪ ኢልና ፈፂሙ የለን ان فاكت تيتي ابو زنبر ذن الحزبي نتبوتا قديفو اددا سدت مكران يركب الله سيفل سوسايتي زي جورناليزم بولو سيفل سوسايتي بزعبا زي نخكتاتل نخفل فوتي مسالات يلنا هو تي هذا خابتي خجبر خجبر الله زبهان أبنت skill building capacity زبهال الله أبتي area أنا أبنت skill building capacity زبهال كله تو أتقام ما تأهز بي بزن كامباني سبيلون تاشمو skill ناتخو معقل و services نامنت كم ناي تمرتن حكمنا نكركب مثلا الله زغول الله يرعينه أبرتران أبنت أمتي زوالكوت سرحتنياتات بكوبانيا سجنن مروان سلازي زمتو
ኣደዳ ስቓይን ሕማም ኮይኖም ይርከቡ ማለት እዩ። ነዚ ብዕምቀት እንታሽሙ ዘፅንዕዎ ብዛዕባ እውን ዝፀሓፉ ኢንተርቪውን ዘግበሩ ኤርትሪያን ፎከስ ኣብ ለንደን ዘለዉ ኣለዉ። ንሶም ዲተይል ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ስሌበር ኹም ዘሎ ብሕልፊ ብዘና ዕደና ኩባንያታት ብጭጢ ማለት ብንተ ኤቪደንስ ኣቕሪቦም እዮም። ስለዚ ብሓፈሹ እቲ ዕደና ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ብዙሕ ድኽመታት ጥራሕ ዘይኮነሲ ፈፂሙ ንጥቕምታ ሃገር ክኸውን ዝኽእሎ እንታሽሙ የብሉ መንግስቲ ዝካየድ ካብቲ ዕደና ዝርከብ እውን ነቲ ህዝቢ ከምዘይቀርብ ኢኻ ትምልከት ማለት እዩ። ትርእስቲ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ምምክን እናወሰኽና ኣሎ ንኹ طيب إضافة في هذه المسألة دي أنا التعليم في إريتريا أضيف الأستاذ محمد الحق في التعليم في إريتريا ليس ملك للشعب كما هو معترف به في مسائل الخارجية وأن استخراج المعادن في داخل إريتريا محصور تماماً للحكومة ومن تتعامل معه من شركات قياسا بالمفهوم العام العالمي إذا رأينا كل مستخرجات باطن الأرض دائما مرتب قانونيا بحيث يوصل منه القسم الأساسي للشعب وقسما آخر للتطوير ومتطلبات بناء الدولة وقسم من هذا المستخرجات للدولة أيضا كمسيرة مجريات الأعمال برقية الدولة. هذه الحقائق ده في إريتريا غير متوفرة تماما عند استخراج هذا الشتم الموجود. حتى لو شاهدنا المسائل ده في كثير من الدول الأفريقية نجد من الصعوبة جدا هذه القوانين المقرر أن تكون مطبقة وحتى يتم تحقيق ذلك التعدين في إريتريا كان من المفترض أن يكون شراكة بين عناصر ستة أساسية تقوم ويصل الجزء المخصص لها لكن كل هذه الجهات الجماهيرية من الشعب الدولة وبنائها ومثال اللي كان يذكر دي مكنسلة هي تماما أو مشطوبة هي تماما والمسألة متروكة للدولة ولمن تتعامل معه من شركات التعدين والاستخراج من العمالة. فمثلا على سبيل المثال الشركات المخصوصة داخليا ومقلقة في النظام مع النظام هي زي بتاع براو ومسوين ولا سبتن سجن هي دي تابعة لوزارة الدفاع. دي شركات عائدة برنامجها وضعها وخاص بوزارة الدفاع والعمالة اللي تستخدمها هي عمالة طلاب الخدمة الوطنية المجمعين قصرا في خدمة في تحت شعار الخدمة الوطنية هم العمال المستخدمين في هذه المسألة. إذن ما عند أي شيء تدفعه كل العائد اللي يجي في هذه الشركة الشركتين عائد لوزارة الدفاع وكلنا يعرف إلى أي مدى مرتبطة وزارة الدفاع بالنظام برأس النظام بالعصابة بالضبط. جميل. إذن ما في عائد يرجع لهذا الشعب ده من خلال هذه الشركات التعدينية المختلفة اللي قاعد تعمل في داخل إريتريا.
حتى جهة إعلامية كانت أفرضت دراسة ميدانية حقيقية من داخل إريتريا وأسلوب التعدين واستخدام البشر هنالك، وكانت دراستها كاشفة تماما واللي تقول فيها إن الإنسان اللي يخدم في هذه المشاريع هو مستعبد. ففي إريتريا في استعباد بشري في خدمة هذه الدولة دي، والمتابعة دي تصدت لها وكانت ممنوعة تماما وتغطيتها وما شرحها يعني. لما نجي أيضا في أي منطقة شعوب المنطقة تستفيد من هذه المسائل ده، هل شعوب المنطقة المستخرج منها هذا التعدين ده بتحصل على شيء يكون لها نصيبها في الخدمة؟ أبدا لا توجد مثل هذه المسائل ده، بل بالعكس تجني تكسب هذه الجماهير الأمراض والتجهيل والموت الغير معلوم ومسائل استهلاك الأرض اللي فيها. لذلك موضوع التعدين في إريتريا بيحتاج إلى دراسات عميقة وواسعة، والجرائم المرتكبة في حق هذا الشعب على مدى 27 سنة الفاتت دي بيأكد إلى أي مدى جرم هذا النظام ده واستفادته. فالتعدين الكشف عليه والتعمق عليه كبير هو جدا، وده يحتاج إلى تدافر الجميع وتماسك الجميع واعتباره سلاحا قوي، لأنه يوجه ضربته على النظام اللي فيه، لأنه هذه الشركات صراحة قوة النظام ده وبقاؤه بينتظر من وين؟ يأخذ من هذه الأموال التي تدفق عليه. فبالتالي إذا أقلقت هذه الشركات وتوقفت من التعدين ودفع البلايين اللي قاعد تدخل في جيب النظام، القهر اللي قاعد يعيشه الشعب الإريتري حيكون أخف وأقل. عليه نحن بيقول نوجه نداءنا لكل جماهيرنا لكل مثقفينا في كل بقاع الدنيا أن تتحرك وأن تقطع هذا المصدر المادي اللي قاعد تتمتع به يتمتع به النظام ويستقني ويفتري زي ما شايفينه. شكرا. شكرا استاذ. أبز توصحي أبز ختل على صنحة قداي أب كبابي إنفارمنت خون أتحدى صراحة نياتات نبرت التخبابي أبز قداي زي كتبولو تدليو أو سالح بها دخل جمر عراي أتم أبزحتك تتقيسي قن أبزا عيوان هاي حادة عدنا كمباني كم قدامي تي ستيب كقبروز قبوم كبابي أو مصنع تكايد اللو بتبوتا كابت كبابي أو مصنعتي فقط كي توزده زخونة يخون ناي عدنا كايدا كيرني أبزخون عادي كبابي أو مصنعتي انتهي مالتي تعنا ناي تخبابي أبقمت زقطو كل حواسات أبتعد زنبر أبقمت زقطو اتي كيميكال نساتهم تقاموا بخمي مقدي أب ويست كأتلو ويك خبر الله كابو بزتخ مالسي بساينتفيك زخوانه ساين ساو مقدس تصنعه فقاد ترغيبو كبقس خد الله مجمري كم قدام ايت مالتي دحريو قداي مريت يمسي نبرتي نايتي مريت بغب تحاتيتهم فقاد كوبو خد الله Of course, ab Eritrea betina awaj na imengisti Eritrea zegaboro be 19 awaj kotri 50 shumunten 94 ya masleni isba 94 maretsi wani na imengisti izib higintay malati izi zkhone yikhun Eritreawi mengisti tes inta ilka tes aqwa kader biha wositat khayr malati selezi izia bkhandu وانين ناي مريت حزب مخانو انت ذا زي تقليتو اتا قندي ناي وانين مريت مثل ناي حزبي تنفيقاتو اللي مالجي سلزي زياس رزي الله بإنترا حجي
እቲ ኦም ነበርትን ኣይቲ ከባቢ ክሓቱ ይክእሉን እዮም ኣብ ትሕቲ ትኾኑ ይኹም ኩነታት ማለት እዩ እዚኣ እውን ኣብ ኤርትራ ከም መሰል የላን ከም ካልኣይ ዝመፅእ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ዕድላት ናይ ስራሕ ክኽፈት ኣለዎ ኩሉ ግዜ እቲ ካምፓኒ ኣብቲ ዓዲ እቲ ዕድን እተዳ መፅኡ መጀመርያ ዕድል ዝህቦም እቲኦም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ እዮም ዕድል ናይ ስራሕ ረ ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብቲ እቶት ካብቲ ናይ መንግስቲ እቶት እተ መንግስቲ ሃልዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኢና ነዛረብ ዘለና ሕጂ እተ ብቑዕ መንግስቲ ወካሊ መንግስቲ ሃልዩ ካብቲ ናይ መንግስቲ እውን ሓለፋታት ክወሃቡ እዮም ነበርቲ ናይ ተዓዲ መሬቶም ስለ ዝኾነ ኣብነት ኣብ ደንካልያ እተ ኮይነታ ካምፓኒ ህዝቢ ደንካልያ ሓደ ውሱን ምእታዊ ካብቲ ባጀት ክቆረፀሉ ከም ሮያል ተክዋበ ክኽእል ኣለዎ እዚ እውን የለን ንፈልጦ ጉዳይ የለን ኣብ ኤርትራ ትፈልጦ ኣይኹ ሕጂ እታ ሓምሳ ምእታዊት ትብል ኣብታ ጅባናቶም የተኣቱ እታ ሓምሳ ምእታዊት ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ካምፓኒ ዝደነካሊ ኣብዚ ምሳና ስለ ዘሎ ክንሓትት ንኽእል ክንሓቶም ንኽእል ኢና እቲ ሓምሳ ምእታዊ ሲ ከመይኹም ተካይድዎ ብሼር ሆልደርስ ገይርና ዲና ማለት ሲ እንተ ክንኩዑ ተጀሚርና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካልኣይ እውን ኣብቲ ስራሕ ኣሎ ኣብቲ ካምፓኒ ተዋፊሩ ዘሎ ወይ ኣብኡ ዝሰርሐ ዘሎ ኤርትራዊ ይኽፈል ድዩ ነዚኦም ምናልባት ሕጂ ምሳና ስለ ዘለዉ ሊስት ኣለኩም ዶ ናይ ክፍሊ ፓይሮል ዝበሃል ኣለኩም ዶ ኢና እውን ክንሓት ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኤርትራውያን ስለዚ በቲ ናይ ከባቢ ኣተሓሒዝና ኢና ማለት እዩ ኣብ ከባቢ መዓት ሕማማት ተራእዮም ኣለዎ ኣብዚ ናይ ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ኣብ ሓደ ማዕከን ዘ ንሪኦ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ቢሻሲ ዘይተረአዩ ካንሰራት ተራእዮም ኣለዉ እቲ ህዝቢ ወናኒ የብሉን ዝሓተሉ የብሉን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኩላህና ኣይሆፕ ነጢፍና ክንሰርሐሉ ቦቅ ይመስለ